شهدت محافظة نينوى في الآونة الأخيرة ازديادا ملحوظا في حرائق الأراضي الزراعية، مما أثار قلق المزارعين ودفعهم إلى بدء موسم الحصاد بشكل مبكر خوفا من احتراق محاصيلهم. رغم رطوبة المحاصيل الزراعية في أرض الفلاح أحمد، إلا أنه مصرا على حصاد محصوله قبل أن تلتهمه النيران، مطالبا من الجهات المعنية بحماية أرضه من العوامل الطبيعية التي تسبب الحرائق والحرق المتعمد من قبل جهات مجهولة، مما تكبد المزارعون خسائر مادية كبيرة. والله عندنا خصوص الحرائق عندنا تخوف، نريد دعم يعني من الحكومة، اطفائيات تطلع لنا تناكر، شوفرات، يعني جرافات، يعني نريد يعني نخاف من الحرائق. عندنا زروع يعني اذا اشتعلت ما تطفي، احنا بعد الزرع برطوبة قاعد نحصده، نخاف من الحرائق، قاعد نشوف حرائق كثير، الزروع تروح، حرائق السبب لنا خسارة فاتحة يعني كبيرة. سلة خبز العراق تعود للمراتب المتقدمة من جديد بحسب مديرية الزراعة في نينوى التي تتابع عملية الحصاد ميدانيا، مؤكدة على أنها على أهب الاستعداد لمواجهة مخاطر الحرائق. مستمرين في متابعة حمل الحصاد بمديرية زراعة نينوى في محافظة نينوى. تجاوزت نسبة الحصاد أكثر من 4% لعموم محافظة نينوى. كانت الإنتاج الفعلي أكثر من الإنتاج المتوقع، خاصة المناطق الديمية والأروائية. متابعين لمسألة الحرائق والحصاد بصورة عامة، وكانت عندنا خروقات حرائق صارت في عموم محافظة نينوى أكثر من 20 حالة حريق، ولكن كانت بفضل الله مسيطر عليه وقليلة مقارنة بالمساحات المزروعة. الجهود مستمرة وتستمر إلى آخر يوم من إنهاء عملية التسويق إن شاء الله، وجميع الأراضي المخصصة للحصاد ما شاء الله الغلة كانت فوق المتوقع، ونتمنى أن تكون سنة خير إن شاء الله. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، إلا أن ظاهرة حرائق نينوى الزراعية لا تزال تشكل تحديا كبيرا، ما يجعل الفلاحين في قلق من خسائر محاصيلهم. عماد علي، والنيوز، الموصل.